أو ذي الشروط شروط أخرى. الشرط الثاني أو غير الشروط ذكرناها شروط تتعلق بالمصحف الشريف. ولو تابعت قبل سنتين أو سنة شوية أو ثلاثة سنوات كان طلعنا مصاحف، منها مصحف في الحاج يوسف، ومنها مصحف في طريق الجيلي، ومنها مصحف في وراء مقابر حمد النيل بن درمان. ده من الشروط أنك تلبس واحد من المصاحف دي في كرعينك وتخش الإدخانة، ولا تمشي تقرأ في المصحف ذاته، ولا تقول فيه. انت قايلين الكلام ده بعيد، يعني في الغرب البعيد، غرب السودان ولا الغرب الافريقي المشينا له هناك مع اللي اشتغلنا الشغل ده، قالوا انه هناك الكلام ده، هنا ده والكلام ده جوا العاصمة دي، والله والله الذي لا اله الا هو جوا العاصمة دي موجود الكلام ده، وكان جابوه في الجرائد متابعين. حتى سمعت قصة المرة دخلت لي الواحد السعي في خشومة وجابوها دي مشكلة، كلها مشاكل انا كنت بتكلم فيها دي كلها. شوفوا الشغلانية دي كيف، ده الموجود الان هنا مصحف تشيل تقول فيه او تمني فيه وبوصف لك محل معين، وزي ما بصراحه انا بقول معكم صريح بقول لك تمشي تعمل تنكح يدك تطلع المني في يدك وتشيل كبه في الايه الفلانيه، كبه في الصوره الفلانيه، تكتب الايه الفلانيه زي ما يشير فلان، توافق؟ ايوه توافق. موافق؟ ايوه موافق. ما توافق اعترضت، اعترضت فتنطرد. امتحان. ايوه ده يتعلق بالمصحف. مسألة أو شرط ثاني يتعلق بنفسك شخصيا، تعمل شو؟ ترتكب الفاحشة مع إحدى أقربائك، امرأة، أمك، أختك، بنتك، خالتك، عمتك من الطرفين، يعني شنو الطرفين شنو؟ عمتك أخت أبوك أو عمتك زوجة أبوك، تعمل واحد من هذين فاحشة، جدتك، جدتين، الأب أو الأم طرف الله، ولدك، يا أخي تقول ما بتقدر تسوي هاي. طيب الشيطان ذاته هو اللي يكون الفحل وانت تكون الشيخ يكون المرح. وده كثير من الشيوخ اللي بيدخلوا في بيت الادب بيطول وبيجيك عرق وسايل، ده بخش بيعمل مع الشيطان الشغلانيه دي، والله الذي لا اله الا هو. زي الشيخ محمد بن عرف ده موجود وين؟ في الخوجلاب، في الخوجلاب. اسمع كلام مسؤول منه انا، في الخوجلاب جاء شيخ لا بصلي في مسجد ولا في جماعه ولا كذا، وعامل له غار تعب يتعبد فيه، ده لا جمعة لا جماعات لا، بس قاعد في محله ده، شفت كيف؟ وهروش عنده في الشوالات، ودين الناس تيجي تزوره. زول يا اخي فرض الجمعة ده ما بيفهم يصلي، تيجي تزوره تقول لي صالح؟ ها؟ الجمعة دي فرض عين لأي مقيم ونصيح، فرض عين، طب مش يصلي الجمعة، في جماعة ما بيصلي، في مسجد ما بيصلي وباني مساجد، وبعد ما تفتكر انه الشغل ديهم كنا شغالين ما عندنا اعمال بتاعت خير، لا انا بقري 186 شخص لو كنت شغال الشغل ده، بنفق عائل ايتام ارامل صدقات عجيبه بالمره، وده الشغل بتاعي، وكثير منهم الان شغالين الشغل ده، والناس عندهم هوس انه زاد بيعمل الخيرات دي كلها، معقول ضلالي؟ ضلالي والف ضلالي، وربنا ذكر كثير من الناس دي، كثير من الناس دي ربنا ذكرهم في القرآن، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكثير من الآيات بتوضح أنه الناس دي ضالين، وفي ناس زي دي وربنا يختم لهم بالسوء بسوء الخاتمة. خلاصة المسألة دي شروط ذكرنا، شروط منها بتاعت الزنا دي. وقبل كده لو سمعتم في مجلة جات من المملكة العربية السعودية، مجلة فيها قصة بتاعت ولد حمى الأمه، صح ولا ما صح؟ دي قصة غريبة جدا، وقصة سبب فيها سوداني، مشى من السودانيين اللي بيعرفوا الخبرة دي من الشروط وبتاع، ده شرطه مشى أول حاجة مشى هناك كسب قروش عجيبة، الآن الشخصية دي في نيالة مشهور جدا، الشخصية اللي عملت المسألة دي، مشى للسعوديين هناك ولما في السعوديين الأطفال وغيره وغيره وغيره، أقنع هذا الولد بتنزيل قروش. فقال له كيف تتنزل؟ يقول قال له كذا وكذا وكذا وكذا، تخش في كذا وكذا وكذا بيجوك. فالولد طوال قام يشتغل بالشغل ده، وفعلا جاه الروحاني وكلمه وقال له تعمل كذا وتعمل كذا وشروطنا كذا كذا. اختار الولد زنا امه، زنا امه، ابوه مات قبل 5 سنوات وغيره وغيره ما عارف، وهو واخته وامه الثلاثه. المهم دي قصه طويله ما داري اني قصها، لو في مجال ان شاء الله نقصها فيما بعد ذكروا لي. خلاصة المسألة ترتكب جريمة الزنا مع أحد أقربائك أو معك أنت ذاتك، فدي شروط، وشروط غيرها
لكن المجال لا يسع وما دارين نطول للناس أكثر من كذا إن شاء الله. فنجي في الجمعة الجاية إن شاء الله.